كده بعد التخرج، انا الحمد لله خلاص النهارده بقيت خريج رسمي كلية الاعلام جامعة الازهر سنة 2019. الفيديو ده معمول عشان الناس اللي هتتخرج، الناس اللي ممكن يكون ليها وقت بسيط عن الجيش، يعني الجيش مثلا هيكون دفعة تانية، يعني هتخش في واحد، فانت معاك حوالي 5 شهور صافي هتكون فاضي، هتروح تقدم في شركات هتقول لك استنى موقف التجنيد، يعني هيستنى بعد الجيش. فالفيديو ده معمول عشانك، انت حاول انك تشوف شغل خاص انت بتعرفه تعمله على النت وتبدأ تسوق لنفسك فيه، وتبدأ يجي لك شغل وتبدأ تعمله بأسعار كويسة وبسيطة، تبدأ ان انت تجيب حتى مصاريفك في الشهر وتوفر منه كمان للجيش، لان الجيش وبالذات فترة التدريب الاولى اللي بتكون 45 يوم اللي انت بتروحهم يعتبر ان انت معزول عن العالم الخارجي بتحتاج فلوس. فابدأ تجارتك من نفسك دلوقتي، ابدأ ان انت تشوف اي مشروع، سواء بتعرف تكتب وورد، سواء بتعرف تصور، سواء بتعرف تعمل مونتاج، بتبيع ادوات كتب. يعني دلوقتي احنا داخلين على شهر 8 و9 اللي هي المدارس وفلوس الدروس، بيع اي حاجة، اكتب مذكرات، اعمل اي حاجة خالص، حاول الحاجات اللي انت عارف تعملها ابدأ اعمل شغل ليك خاص دلوقتي على الانترنت. الانترنت دلوقتي بقى بيئة خصبة ان انت تبدأ اي مجال دلوقتي وتعرف تكسب منه كمان فلوس كويسة وفلوس محترمة، فياريت تبدأوا في كده وان شاء الله ربنا يوفقكم. ادعولي كمان، بعرف اكتب وورد ومذكرات، فاللي حابب يعمل اي حاجة برضو يبعتلي، ربنا يوفقنا كلنا جميعا.